الأمم المتحدة أعلنت يوم الخميس أنها وسعت التحقيق في مزاعم استغلال جنسي وانتهاكات من قبل جنود حفظ سلام الأجانب في إفريقيا الوسطى، وأكدت أنها أخطرت السلطات في فرنسا والغابون وبروندي بهذه الاتهامات. الأمم المتحدة أكدت أن قوة العملية العسكرية الفرنسية سانغاريس متهمة باغتصاب أطفال وإجبار فتيات على ممارسة الجنس مع الحيوانات مقابل الحصول على مبلغ صغير. تدخلات المجتمع الدولي ساعدت في إنقاذ جمهورية إفريقيا الوسطى من مصير لا يوصف، ومع ذلك يجب أن نواجه حقيقة أن عددا كبيرا من الجنود الذين أرسلوا لحماية الناس بدلا من ذلك تصرفوا بقلوب ظالمة. هذه الجرائم تقع في الصمت، وهذا هو السبب في أن الأمين العام قام بتسليط الضوء على هذه المزاعم الدنيئة الفاسدة والمقلقة للغاية. بعثة الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى تعرضت لانتقادات بسبب اتهامات بانتهاكات جنسية تعرضت لها مجموعة من الفتيات منذ توليها مهمتها بدلا من بعثة الاتحاد الإفريقي في شهر سبتمبر أيلول من العام 2014.